بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك على علمنا إلا ما علمتنا، وأنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وربكم وبعد، قال الملك رحمه الله تعالى نفعنا به بكم أمين. فالواجب العقلي ما لا تصور فالعقل عدمه، والمستحيل العقلي ما لا تصور العقل وجوده، والجائز العقلي نعم أي يصح فالعقل وجوده وعدمه. لما قال الواجب العقلي خلاص الواجب الشرعي، نعم الواجب الشرعي الذي يأثم تاريخه، ويصاب فاعله هذا الواجب الشرعي، فهو يخزون الواجب العقلي. الواجب العقلي ما نتصور فالعقلي عدمه، والمستحيل العقلي هو ما نتصور العقل وجوده، أي وجود ذلك الحكم، والجائز العقلي وهو المباح. ما يصح في العقل وجوده وعدمه، ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب لمولانا جل العز وما يستحي وما يجوز،
تقدم معنا أنه يجب لله عز وجل حسن الصفة الوجود القدم البقاء المخالفة الحوادث القيام النفس القدرة الإرادة العلم الحياة. هذا الذي وصلنا طريقه، وإلا فصفاته جل جلاله لا حصر له، وإنما أتى الخطاب موافق للعقول. سنريهم آياتنا يعني كل آياتنا ما تتحملها عقولها، وإلا في أشياء لا نعرفها ولا يمكن للعقل الإحاطة بها. وسمي العقل عقلا لأنه معقول، ومن ذا حدوده العرش. نعم. في حديث مالي حافظه بس نحن ناس وخاطب الناس بما لا يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ السلام عليكم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. إن شفنا بس في آياتنا يعني التي تدركها عقولنا، أما ما لا يدركون ربي عز وجل ما كلفنا به رحمة بنا. رحمة بنا. تناصره جل جلاله أن يلطف بنا المسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم.